بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. النهاردة هنستكمل كلامنا عن الاسيبتيك تكنيكس أو خطوات التعقيم والتقنية وآلية التعقيم ونقل البكتيريا. النهاردة هناخد مع بعض في الفيديو ده ننقل البكتيريا من بيتري ديش، يعني من وسط غذائي صلب، تو ستابد كالشر ان تيوب. ستابد بتترجم مطعون، مغروز، يعني ايه ايا كانت الترجمه بتاعتها هنفهمها لما هنشوف الفيديو القادم مع بعض ان شاء الله. بنشوف الفيديو مع بعض، طبعا هنفتكر ونراجع مع بعض وخلاص حفظنا ان اول خطوه هتكون تعقيم ايه؟ تعقيم الابره. دي الادوات اللي بنحتاجها، ادي الانبوبه اهي وادي البتري ديش اهو، ادي الابره بنعقمها في نهايه او طرف الكون المخروط الازرق الرايق ده. خلاص خلي بالكم الابره بقى هنا، هنوقف هنا لحظه. الابره اللي احنا استخدمناها دي مش اللوب ده، الابره بقى المستقيمه، الابره المستقيمه وليست اللوب. طب هنشوف هنحصل ايه دلوقتي. بنفتح البتري ديش اهو، ايوه نشوف مع بعض كده، ايوه هنقف هنا. البتري ديش لما هنفتحه اتفقنا ان طبق بتري ده الغطا ما يبعدش عننا، يا دوب بنرفعه عشان يبقى زي شيلد او حاجز او حامي لمحتويات الطبق في الداخل، فيا دوب بس هنمرر الابره من الداخل عشان نحصل على اهي. بصوا كده اهو الابره اهي مستقيمه، مش الابره اللوبد. وهنروح لكالشر بكتيريا واحده، مش هناخد من كلهم، لا بننقي واحده يكون لونها بيور. هي طبعا الكالشر كلها بيور، بناخد من المستعمره واحده بس زي ما احنا شايفين كده اهو، بنحاول ناخدها كلها او خدنا اللي قدرنا عليه وغطينا الطبق مره ثانيه وقفلنا الطبق. طب وبعدين هننقلها للوسط ثاني بقى صلب برضو اهو، ايوه اهو هنوقف هنا الفيديو. الابره اهي بنراعي انها ما تلمس اي جدار خالص، وبتنزل في نص تيوب في النص بتاع الاجر اللي هو اللين شويه ده، وبنطعم بنقعد بنغرز الانبوبه، يحصل عمليه غرز. ستابد يعني غرزه، او هو بيترجموها ساعات طعم، هي غرز. بنغرز الابره لغايه لما بنوصل لغايه مسافه معينه كده، اكتر من مرتين ثلاثه كده ولا حاجه، عشان نضمن ان البكتيريا اللي كانت على الابره بقت موجوده فين؟ في هذا الفتحه اللي احنا عملناها في الاجر اهو. بص وصلنا لغايه فين؟ اهي بين الانبوبه اهي بين، ايوه خلاص. طيب هنوقف هنا لحظه واحده. الملحوظه اللي ننتبه اليها، طبعا هو رايح هنا يعقم الابره، لكن قبل ما نعقم الابره لو رجعنا خطوه هنا او حتى هي باينه من هنا، عمليه فتح الانبوبه اللي كانت في الراك او في كانت الحامل الانابيب كانت كلها اهو باليد اللي هنا. هنرجع تاني خطوه اهو، الغطاء اتفتح باليد اليسار وسيبنا بس مكان عشان ندخل الابره، ولما جينا قفلنا او هنا استخدمنا الابره، بص واصله لغايه فين؟ اهي. بعد كده رحنا فين؟ الغطاء هيتقفل باليد اليسار، يبقى الانبوبه ما سابتش الايد اليسار خالص، اتفتحت واتقفلت فين؟ في الايد اليسار، هنا بالشكل ده كده. اهو. طب نستكمل بقى كده. اهو قفلنا الانبوبه وبتنعقم الابره، طبعا ده بقى اجراء خلاص بروسيدجرز اللي بنبدا وننتهي بيه. الانبوبه خلاص بنحطها في الحامل بتاعها، وبكده بنكون شفنا خطوات نقل البكتيريا من وسط صلب الى وسط شبه صلب او صلب اخر بعمليه الايه؟ الغرز. ان شاء الله يكون الفيديو افاد الجميع باذن الله. في فيديو قادم باذن الله اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.